استمرار المظاهرات المؤيدة لفلسطين رغم إنزال علم إسرائيل من مبنى الحكومة. تحذير من السفر إلى إسرائيل والخارجية تعمل على إخراج أشخاص من غزة. السفير الإسرائيلي يجب على الفلسطينيين المطالبة بتحرير غزة من حماس. بدء تطبيق بطاقة الهوية الإلكترونية الجديدة عبر الهاتف من ديسمبر. وفاة شاب يافع دهسه مترو فيينا في ظروف غامضة. ومخاوف بعد مقتل أكثر من 12 ذئبا هذا العام. من النمسا ميديا أحييكم وأنقل لكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. إلى التفاصيل، ثمرت المظاهرات المؤيدة لفلسطين نهاية الأسبوع في فيينا، فيما تم منع مظاهرة في مدينة غراتس لأسباب أمنية. وحضر المئات في مظاهرة في الحي العاشر يوم السبت دون تسجيل أي انتهاكات، إضافة لوجود العشرات من المتظاهرين أمام مبنى الحكومة النمساوية رغم الجو الماطر يوم الأحد. وقد قامت المستشارية النمساوية إضافة لمبنى الخارجية بإزالة العلم الإسرائيلي بعد أسبوع من رفعه، فيما قام ناشطون ببدء حملة توقيع تطالب الحكومة بإزالة العلم الإسرائيلي من المباني الحكومية وإجراء تحليل شامل للصراع. أصدرت وزارة الخارجية النمساوية تحذيرا للمسافرين إلى مناطق في إسرائيل محاذية لقطاع غزة وحدود لبنان وسوريا. ورفعت وزارة الخارجية النمساوية مستوى التحذير الأمني من 4 إلى 5 محذرة من السفر إلى تلك المناطق، ونصحت المواطنين النمساويين في إسرائيل بمراعاة الإرشادات الأمنية والتواصل مع السفارة النمساوية في تل أبيب والتسجيل لديها، وأشارت إلى وجود أكثر من 30 مواطنا نمساويا في قطاع غزة حيث تعمل على تسهيل خروجهم عبر معبر رفح إلى مصر. أعرب دافيد روت السفير الإسرائيلي في النمسا عن إعجابه برد فعل النمسا إزاء هجوم حماس على إسرائيل، داعيا إلى حظر التظاهرات الفلسطينية في فيينا. وقال روت إن النمسا كانت واحدة من أولى الدول التي أوقفت التمويل للتعاون الإنمائي مع الفلسطينيين، وحذر من التوسع المحتمل للصراع في الشرق الأوسط إلى بلدان أخرى. أما بالنسبة للمطالب الفلسطينية بفتح ممرات إنسانية وإمدادات المياه والكهرباء، أشار إلى استعداد إسرائيل للمساعدة عندما لا تكون حماس في السلطة، داعين الفلسطينيين للتظاهر ضد حكم حماس. Dass die israelische Flagge neben der österreichischen gehisst habe und Österreich sei auch einer der ersten Staaten. تبدأ النمسا من 5 ديسمبر بتحول رقمي جديد، حيث يمكن الحصول على بطاقة الهوية الرقمية ID أوستريا كبديل لتطبيق التوقيع. ويعتبر هذا التوقيع الرقمي بمثابة تأكيد للهوية عبر التطبيق على الهواتف الذكية، وذلك في سبيل تفادي البيروقراطية وتوفير الوقت عند التفاعل مع الحكومة. ويشترط على المستخدمين أن يكونوا بسن 14 عاما على الأقل، وأن يمتلكوا هواتفا ذكية تدعم التعرف على الوجه أو البصمة، ويعتبر التطبيق معترفا به على مستوى الاتحاد الأوروبي. Fingerabdruckerkennung sehr gut. Dann funktioniert die Umstellung ganz einfach über die App Digitales Amt. توفي شاب يبلغ من العمر 17 عاما دهسه مترو فيينا أوتسفاي في محطة هاوس فيلشتراسة بالحي 22 مساء الأحد. وحسب شركة فينالينيان، على الرغم من محاولة السائق تفادي الحادثة بالفرملة العاجلة إلا أنه لم ينجح في تفاديه، وتوفي الشاب على الفور وتم إغلاق خط المترو أوتسفاي في كلا الاتجاهين لفترة لإجراء التحقيقات اللازمة، فيما لا تشير التحقيقات الأولية إلى وجود نية الانتحار لدى الشاب. وأعلنت الشرطة أنها تعمل على تفريغ كاميرات المراقبة للتعرف على أسباب الحادث.
أفاد المركز النمساوي لحماية الدببة والذئاب والأوشاق أن تخفيف القيود على صيد الذئاب في النمسا أدى إلى انخفاض عددهم بشكل كبير هذا العام، حيث تم قتل نحو 12 ذئبا. وتعتبر هذه الذئاب خطيرة ومؤذية، ويقدر إجمالي عددهم في النمسا حاليا بنحو 80 ذئبا، وقد تم اصطياد معظمهم في تيرول وكارنتن على الرغم من حمايتهم بواسطة توجيهات الاتحاد الأوروبي. وقد خففت العديد من الولايات النمساوية القيود على إطلاق النار على الذئاب مؤخرا بسبب هجومها المتكرر على المواشي والتي تقترب أحيانا من المناطق السكنية. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفجارات على هواتفكم. كنت معكم أنا أسامة زهير، وأمسية سعيدة، وإلى اللقاء.